بص لمجموعة تانية برضو متفرغة، وهتلاقي الفيميل والميل مع بعض، وبرضو السمك الصغير معاهم زي ما احنا شايفين. ده هنا جزء من الفيميل تلات ازواج من الميل عايشين مع بعض. يعني احنا اتكلمنا على درجة الحرارة، واتكلمنا على التفرقة بين الذكر والأنثى، والتغذية اتكلمنا فيها. بنصح طبعا ان السمك ده ان هو بيكبر جدا وبيوصل لأحجامه كبيرة وأكبر من كده كمان. بنلاقي بننصح ان هو ما بيترباش في أحواض السمك العادية، عشان تاخد منه الإنتاج بتاعهم وتشوف الجمال بتاع السمكة بتشوفها من فوق عند كده، عشان كده بتحتاج لبرك كبيرة وواسعة. هما طبعا بيتباعوا في محلات بيع الاسماك، لكن الاحجام الصغيره، لكن ما فيش الحجم الكبير ده. احنا عندنا في ميل اهو قدامنا، والميل بتاعه هو هناك اهو، ادي في ميل اهي جايه اهي باينه جدا جدا. ودي الكلفه بتاعتهم اللي طالعه، تلاقي الوان طالعه لونها اورنج والوان احمر، الوان متعدده. ده روعه الكوي. الكوي زي ما احنا عارفين الوان زاهيه جدا والوان غلابه، يعني بتخلي الناس كلها، وسمكه بتلعب يعني لعبيه ونشطه جدا، ومناعتها عاليه جدا جدا، ما بتصابش بالامراض اطلاقا، ومعمره من الاسماك المعمره اللي هي ممكن تعيش مثلا بال 20 وبال 30 سنه عادي في البرك، ما فيهاش اي مشكله. ده كان معلومات بسيطه وسريعه للكوي، وده كان بركه صناعية معمولة الكوي. حبيت بس اوريكوا لايف كده شكل السمك وهو متعايش جوه البركة، واسيبكم كده تتمتعوا بالالوان اللي موجودة في السمك. وان شاء الله يبقى في حلقة تانية عن الزرع بتاع الاحواض ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.